السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، بيحول الشخبطة أو السكتش اللي أنت بترسمه لصورة حقيقية. مجرد إن أنت تعمل السكتش بالشكل الجميل دوت وتختار الستايل اللي أنت عايزه، يعمل لك لوحة حقيقية. يعني زي فكرة إن أنت تكتب تكست، بس مجرد بقى مش تكتب تكست، أنت ترسم بس إيه حاجة أنت بتفكر فيها وتلاقي اتحولت لتصميم. اختار بقى الستايل، عايز صورة طبيعية، عايز صورة كرتون، انمي، زي ما انت عايز. حول لك التكست مع السكتش لمنظر حجمين بالشكل ده. دي بعض الصور هيت، مجرد ترسم انت بس كده وتلاقي الصورة طلعت لك بالشكل الجميل ده. طبعا هي بفلوس، لكن في اصدارات او في ان انت تجربه ببلاش بدون اي مصاريف خالص.